انا عشان الوقت يطير فضل. مني قرعه ملحق دور 16 دوري الاوروبي طبعا المواجهه الابرز برشلونه ومانشستر يونايتد طبعا مواجهه الجريحين يعني بس مانشستر يونايتد للاسف هو مش عارف يعمل رن من اول الموسم بشكل كبير لسه برضو تنهج ما حطش ايده على التركيبه المثاليه بالنسبه لفرقته انا من وجهه نظري كنت بتكلم حتى مع محمود قبل الهوا يعني كنت شايف ان الميكس بتاع كازيميرو برونو فرنانديز واريكسن مسبب عدم توازن كبير جدا في الحته الدفاعيه وفي نص الملعب وفي الالتحامات وفي استرجاع الكوره والكور الثانيه والكلام ده كله رغم ان هو مدي ابداع هجومي بوجود اريكسن فانا شايف ان تنهاج لسه ما حطش ايده على التركيبه وموضوع رونالدو في يناير ممكن يعمل قلبان مين يكسب مش هيقعد برشلونه مع ان برشلونه مش افضل حيل على ماشي. فكره كريستيانو رونالدو هيلعب في الكام نو ولا مش هيبقى موجود في لا مش هيبقى موجود كريستيانو رونالدو هيعمل كاس عالم تاريخي انا متاكد من 100% هو لعيب بيعشق التحديات هيخلص كاس العالم يا كريم وهيروح في اي حته تانية لان هو اللي حصل معاه في مانشستر من تينهاج هو عاوز يلعب في دوري ابطال اوروبا ممكن يروح يلعب معاهم الماتشين دول ما اعتقدش تشيلسي ممكن يكمل ولكن هو هيلعب كاس عالم خرافي مانشستر يونايتد عنده مشكله لما حد بيسيب له الاستحواذ برشلونه اكيد مش هيسيب الاستحواذ مانشستر يونايتد ولكن مانشستر يونايتد شفنا مثلا الماتش بتاع امبارح بتاع استون فيلا مجرد انت ما تسيب الاستحواذ مانشستر يونايتد او حد يلعب عليك كومباكت مانشستر ما بيكونش فيه اي حلول ولكن الاقرب برشلونه للاسف بس اول مانشستر خليتها مانشستر اخليها مانشستر اتعاطف بس معايا